كالعادة وزي كل فيديو ما تنساش الصلاة على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ودير لايك الفيديو لو عجبك الفيديو. خلينا نبدأ. أنا كنت درت فيديو قبل هيك عن حل مشكلة عدم الإقلاع في شاشات سمارت تي في، وشرحت كيف تحل المشكلة خطوة بخطوة، من أول لما تجيب السوفت وير لعند ما تفك الضغط عنه وتحطه في الفلاش وتبدأ تفلش فيه على الشاشة إلى أن تنحل المشكلة بالكامل وضبط الإعدادات. وفعليا بسطت الموضوع بشكل كبير جدا وما سيبتش حاجة إلا ما حكيت عليها، وتفاجأت في التعليقات أسئلة غريبة وطلبات غريبة، وفي اللي يدخل علي على الفيسبوك يحكي معي على الموضوع، فنقول ماشي نحاول نساعدك فنفهم منه، ولكن أغلب الحالات الموضوع ما كانش ينجح. عموما معظم التعليقات كانت تحكي عن السوفت وير وين نلقى السوفت وير. المفروض ان كل شاشه لها سوفت وير خاص بيها، يعني ما ينفعش اركب سوفت وير هذه على سوفت وير هذه، لان من شاشه لشاشه الموضوع يختلف سواء رام او بروسيسور او كيرنل، فبالتالي ما ينفعش اركب سوفت هذه على سوفت هذه. ولاحظت ان معظم المواقع ضروري ما تخش تواصل معاهم شخصيا وتدير ريجستري للشاشه اللي عندك او تشزلها عندهم بحيث انهم يرسلوا لك السوفت وير، يعني مش حتلقاه متاح زي ستار تريك. المهم عشان انا ما نطولش عليكم، درت حل بسيط للموضوع وجربته ونجح معي. باختصار ومن غير ما ادخلكم في تفاصيل، انا خذيت سوفت خاص بشاشه عندي وعدلت فيه بحيث انه يتوافق مع اي شاشه سمارت تي في. وطبعا قبل ما ننزل الفيديو جربت السوفت وير في محل صيانه عندنا هنا ونجح مع الشاشات اللي استخدمتها معي كلها، ولكن ما قدرتش نصور فيديو جديد، فبالتالي خذيت لقطات من الفيديو القديم لان هن نفس الخطوات اللي ممكن تستخدمها. عموما انا حنسيب رابط السوفت وير المعدل اللي حيمشي مع اي شاشه سمارت تي في عندكم اسفل الفيديو، هذا في الديسكربشن تحت. طبعا حتمشي خطوه بخطوه مع الفيديو وحتطبق زي ما درت انا في الفيديو بالضبط، وان شاء الله اكون قدرت افيدكم. خلونا نبدا. المشكله اللي نحكي عليها هي سمارت كلاود او الشاشه اللي واقفه على شاشه السمارت كلاود وما تقلعش نهائيا، لو سيبتها حتى 10 ساعات مش حتقلع. اول حاجه تديرها تشوف موديل الشاشه بالضبط وتكتبه زي ما هو في جوجل، يعني نفس ما تلقاه مكتوب تكتبه عشان ما يصيرش اي خطا في السوفت وتحمل سوفت واحد اخر مش المطلوب وممكن يسبب لك مشكله اكبر في الشاشه. الموضوع هذا طبعا ينطبق على اي شاشه اندرويد، يعني اي شاشه اندرويد تقدر تخش على الموقع بتاعها وتحمل السوفت وير الخاص بها. بعد ما تحمل الملف ندير له استخراج على سطح المكتب عندي انا اكستنج هير، تمام. بعدين حننسخ الملف الموجود جوا والامتداده او اخر امتداده بي اي ان، وندخل على فلاش وننسخ الملف جوا، وبك نكون حملنا السوفت وحطينا فلاشته وجاهزين بس عندنا نفلشوه جوا الشاشه او نركبوه على الشاشه. كيف ما قلت لكم الموضوع هذا ينطبق مع اي شاشه اندرويد فقط، شاشات الاندرويد وكل شاشه لها السوفت وير بتاعها، فالمفروض انك تدخل على الموقع الخاص بالشاشه وتختار الفريموير منه، يعني تختار السوفت الخاص بها منه. لما جيت بتوصل الفلاش يجب انك توصله في المدخل الابيض او في المدخل الاول، لان المدخل الثاني مش حيقراه، الشاشه مش حتقرا الا المدخل الاول. قبل ما نركب الفلاش حنفصل الضي نهائيا على الشاشه، وحنركب الفلاش زي ما قلت لكم في المدخل الاول، وبعدين حنولع الشاشه. الشاشه حتخش على وضع الابجريد على طول من دون اي اوامر من دون اي شيء. حتشتغل بالكامل، حتحمل السوفت وير والثبتة، ومن ثم تفصل الشاشة عن الضي وترد تشغلها أخرى وتكون اشتغلت تمام ما فيش أي مشكلة.
انا هيك انتهيت. السلام عليكم.